يتفضل الآن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أنا كلاوديا غوسباخ بإعلان افتتاح الدورة 12 المنتدى الحضري العالمي. His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, the President of Egypt and the Executive Director of UN Habitat, will now declare the opening of the 12th session of the World Urban Forum. Please. Together with His Excellency the President of the Arab Republic of Egypt, I have the honor. يشرفني أن أعلن رسميا النسخة 12 لمنتدى الحضري العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي هنا من القاهرة عاصمة الحضارة وعاصمة التاريخ وعاصمة السلام أن نفتتح المنتدى الحضري العالمي 12 بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا سيدة أنا كلاوديا غوسباخ، شكرا لكل ضيوف مصر الكرام.